أعلن الإعلام الأمني العراقي عن مقتل 6 عناصر من داعش هاجموا مقرات أمنية في كركوك شمال العراق. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في الشرطة العراقية بكركوك أن القوات الأمنية وبإسناد طيران الجيش قتلت جميع الإرهابيين من تنظيم داعش الذين هاجموا نقطة للشرطة الاتحادية في كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد. أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق على إعادة منح المفتشين الدوليين الوصول إلى كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية. وينص بيان مشترك عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في أعقاب محادثات بينهما في طهران على أن الطرفين اتفقا على السماح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم.